انطلقت فعاليات الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية بمتحف الحضارات في القاهرة، وتقام الفعاليات على هامش الملتقى الصحفي المصري العماني برعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري. انعقدت الأمسية بالمشاركة بين جمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المصريين، وقدم مجموعة من الصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء فقرات متنوعة بحضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين والمسؤولين. تم افتتاح ملتقى الصحافة العماني المصري، والذي نعتبره نافذة حقيقة لتعزيز هذه العلاقة. كما تابعتم قبل 10 أيام زار سلطان عمان جمهورية مصر العربية، والتقى بأخي فخامة الرئيس المصري السيسي. وكل هذه اللقاءات وكل هذه الملتقيات تصب في بوتقة تطوير هذه العلاقة وتوثيقها وتعزيزها. الرؤى المصرية العمانية تكاد تكون متطابقة، ده في حد ذاته بينعكس على الإعلام، والإعلام احنا بنحجز الاستراتيجية السياسية للدولة في سياسات إعلامية. رأي الإعلام في الفترة القادمة، يعني مع الإخوة الإعلاميين في عمان، طبعا المنتدى في حوالي 45 من كبار القيادات الإعلامية والصحفيين ورؤساء التحرير وكذا، هيبقى في لقاء مع الإعلاميين المصريين رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين. نحن نتذكر بكل شكر وتقدير للكوادر المصرية التي بدأت مع بداية النهضة في وسائلها الإعلامية في مؤسسات الإعلامية بشكل عام في عمان، ونتذكر أسماء منها من رحل رحمة الله عليه، ومنها من هو يعيش بيننا الآن، بالأمس تم تكريم عدد منهم، ونتذكر بكل تقدير واحترام.